باش نتعلم. قالوا لي دارنا مك تعلمت. قلت لهم لا هذيك القرايه تو ماشي نتعلم. قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم القرايه قريت هاو دبلومات خذوهم علقوهم نفخوهم اشربوا ماهم اعملوا اش تحبوا انا تو ماشي باش نصنع حياتي. مشيت حوست قعدت سنوات ندور في العالم مش ندور كيما الرحاله تاع تونس تو اللي يدوروا في العالم يجوا باش يهبطوا تصاور على فيسبوك ويقولوا احنا مشينا للهند ومشينا لامريكا ومشينا للصين ومشينا للارجنتين وصح علينا. لا مشيت نخدم في الفيلمات كل بهيم وفخور بيه. كنت بهيم وفخور بيه. على خاطر البهيمة كنت نخدمها قبل كنت نعرفها قبل اللي هي إنسان بهيم معتها قاعد ميعم في شك. وفيت البهيم حيوان ذكي ياسر وقوي ياسر وما هوش بهيم بالمعنى بهيم مع نادي دونك شده صحيح وذلك اش عشتنا هذا يزمى شده صحيح. فما نشف نطول عليكم الحكاية. صراحة بالمعيز مدة شهرين في جبال البيرينيه خدمت عن كواش 3 شهور مقص الحطب في الغابة. بنيت معاهم بني يده هو قديم وبديهي لكن ريفوليسيونير. صنعت معاهم المعاجم وعشنا حياة معينة ريفية بديهية جدا ولكن اكتشفت لهذيك الحياة الحقيقية وقلب الكواليس متاع أكبر محاضرات في نيويورك ما عطانيش نفس الفرح لأني كنت أليانيزي كنت نعيش في عالم تاع كذب سوبرفيسيال برشا. انت شكونك اش عندك فلوس انت شكونك اش عندك دبلومات ما يعنيش عندي دبلومات ولا الفلوس. الصباح كنت قاعد في القاع نشرب في كاستي قطر في العطرشيه مع بيت حقيقيين يغزلوا لي مش على اساس عندي فلوس ولا عندي دبلومات كيف كيف فرد مستوى الزوز عاملين جو حاسين العالم كله ملخص في كلمتين صغار متهنين عندكم هنا انتما انا ما نصورش عرفت علاش ولا خاطر ما عندكمش اهداف في الحياه مش انتوما كلنا نحكي قاعدين نعيشوا الاجور وجور ناكلوا نشربوا نرقدوا نقوموا نقراوا وكذا. خمم شنو تحب تعمل في حياتكم بعد ما تقوليش نحب نخدم ويا طبيب ماشي هدف. قولي نحب نعاون الانسانيه باش نحي امراض اي طبيب باش ندخل فلوس ما تعنيش. على كل حال رجعت لتونس بالزهر قبل الثوره بجمعتي وقلت يا الدنيا بارده وقتها في البلاد هذيك جيت هنا شنو عندي جمعتي جيت الثوره قلت شو خلينا نقعد نشوف شنو هي الثوره باش تفرز. ففرزت ما فرزت واكتشفنا ان احنا وفات يزمنا في بلادنا في الاخر لان بلادنا صرفت علينا برشا فلوس طلعتنا برشا حوايج دونك ما نجموش ننكروها ونقولوا نو شنو فيها ونطيشوا كيف الناس كانوا نطيشوا رانا. فرجعت نخدم في الفلاحه كيما تعلمت عند العباد اللي تعلمت عندهم واكتشفت اللي ثم دي جيست ري سامبل نعمل فيهم كل يوم في الفلاحه احنا اما سي دي ثيرابي. ما عادش تمشي للبسيكولوج وما عادش تمشي للفارماسي تنساها ما بالكم تضحك عليهم لابد شويه بالكم الصباح نقوم نشم شويه فلي ونصدع خشمي نحط شويه خبز تابونه وشويه زيت زيتونه نحس العالم كل تلخص فيها مالك غذاء ماهوش ريق مش ناخذ كراسون عند فلان يكذب عليا حتى يشحم ومعناتها ويدفعني في شحم يهود وهي كلها شحم باش تقتلني في الاخر. ممكن تضحك وتقول شنيا معناتها انت تحب ترجعنا 1000 سنه تالي لعلمكم ما انا ما نحبش ارجعكم 1000 سنه تالي أما نحب نعطيكم خمو في معنى حياتكم كل واحد طريقته. ممكن أنا لقيتها في خدمة الأرض ممكن نقول تلقاها أنت باش تسوق طيارة لكن أعطي معنى لحياتك. ابدأ بحاجة صغيرة لا معنى لها بالنسبة لك أنت ما تتكلفلكش فلوس وما تتكلفلكش طاقة وحتى حد ما يقول لك إيش قاعد تعمل وما تدخلوش ريسك لكن ابدأ. هذه هي اسمها لك شنحكي عليها أو ترى بشوي بشوي تكبر وتكبر وتكبر بقى تقعد تضحك على روحك تقول سر هيك هيك الحكاية. أنا نحوس مرة في نيويورك نلقى روحي ثم أرتيكل هابط عليا في نيويورك تايمز ضحكت
شنو انا باش يحطوني في نيويورك تايمز؟ تي انا ما جاتنيش الشروق والصريح. نيويورك تايمز هبط عليا تيكو ما تقوليش. اي نعم اي نعم، خاطر الناس هذوكم يعرفوا قيمه البلدان هذيا. ويعرفوا قيمه الادمغه اللي عندنا في تونس. احنا ما زلنا نعرفوا كم قيمه اللبلابي والكفتاجي والمقلوب والمشقلب ولا حاسيلو تعرفوه الماكله والكروش ولا. وغادي المكتبه قدم الريستوران 10 مرات، خاطر غذاء الروح والعقل اهم من غذاء الماكله، غذاء الكرش. ف بعد هبطت لانجلترا ناخذ الجواردين هبط ارتيكل، ضحكت كثير وكل ما نضحك على روحي اكثر واكثر، وكل يوم لازم نكتشف اللي الامباكت اللي قاعدين نعملوا فيه كبير ياسر ومس حتى حدود اخرين وعالم اخر مش تونس. وهي الحكايه بدات برويتا وبالا عامين نخدم نقف في الارض، نحفر في بير، نبني في دار، نزرع في نبته. واليوم الصباح قمت فيه لميت التوت، ضحكت على روحي قلت توت زرعتها بيدي اليوم لميت منها 2 كيلو. هي تظهر حاجه بسيطه الأجداد متاعنا اللي تلزلوا باش يعيشوا بيديهم، لكن أنا نتصور في حضور الضمة وأنا منكم عمرنا مع المونة اللي يقول نديك اخدم وتم يخلصوك تلز فيهم. أنا ما حبوش يخلصوني، خاطر أنا كنت لول في حياتي طول عمري وصبيت 600 سيفي جاوبوني صفر. مش معناتها جاوبوني صفر، قبلوني وحكيوا معي قالوا أنت دبلومي ياسر ما نجموش نخدموك، مش خلصوك 10,000 في الشهر ما نجموش، حطوك بوس ولا تستقل فكره تحل شركه بحدنا غدوه. قلت لهم ايفكتيفمون انا جاي نتعلم باش نحل شركه بحدك غدوه، ها نقول لكم انت. دونك خرجت ما جبتش نخدم في حتى بلاصه في تونس ولا زوني نخدم حاجه وحدي. فانا نقول لكم من توا ما تستناوش حتى ني نقول لكم برا اصنعوا حياتكم، من توا اصنعوا حياتكم، من توا ابداوا خموا في السيف ولوك تمشي تبحر امشي بحر، والصباح امشي بربش واخدم عند صبابتي واخدم عند حداد وما تضحكش على روحك، لانه صبابتي باش يعلمك مهارات ما يعلمها لكش بروفيشنيل. والحداد باش يعلمك مهارات ما يعلمهاش بروفي فيزيك اللي هو يقري فيها. ونعلمكم انه من بعد بروفي فيزيك اللي قراك باش يجي ويتعلم من عندك. وهذا مش كلام اما هذا فعل. انا قريت عام هندسه معماريه في سيتي بوسعيد وخرجت منها رافع راسي ما هبطوليش، لاني قالوا لي انت انسان مخلوف وماكش مجعول للخدمه هذه، برا روح ولي تولاتور بورشان، برا نظف قص اشعار الكلاب. قلت لهم الله يبارك سامحوني كان قلقتكم ولميت باجاجي روحت. هذه 2001 2005 2014 نفس هذا يقرهوني قاعدين متواضعين مع 30 طالب في البيوت اللي بيتهم انا بروحي بيدي انا بالتراب ويدرسوا فيهم ويجربوا عليهم في الترميك وفي الفونيك وفي السيزم وفي توسكو فولي ويقولوا لي شافو احنا ما ظنيناكش باش تعمل هكا. وانا عمري ما مشيت لحتى كليه قلت لهم يجيو يتفرجوا انا بطل، لانه البطل هو اللي ساكت ويخدم سكريتو واللي متواضع. إذا قلت واحد هز رابو إيجا تابعوني راوش لك. دونك أنا ننصحكم اخدموا كما كان يخدموا اليهود في تونس ونحييهم، خاطر بالحق تونس راهي مبنية على التعددية والديفرسيتي اللي عندنا ما عندهاش بلدان أخرين. فكان الناس تخدم سكريتو ترانكيلمون فيفون هورو فيفون كاشي. دونك نفس الأستاذ اللي لامني ونذكر الكلمة اللي قالها لي قصت لي لحمي في زوز وخلتني هز دجاجي ونخرج، قال لي انت مش بلاستيك عشقو يا بيه. قلت له سامحني. نفس البلاصه نفس معناتها العبد وقف قدامه بعد اكثر من 12 سنه وما قلتلوش تفضل لبرا، قلت له تفضل للداخل. ومش باش نعلمك ايجا نعمل بارتاج لو سافوار فير، انت عندك ما توريني وانا عندي ما نوريك، انت اكبر مني 30 سنه اما ثم حوايج ما تعرفهاش وانا اقل منك 30 سنه اما ثم حوايج نعرف اكثر منك. وهذيك الحياه، احنا ناس عايشين اليينيزي، عايشين في عالم تاع اليين. ندخل السوبر مارشي الصباح ندزلو في شاريو يحس على القفه تاع زمان، ثم الف عبد في السوبر مارشي لا واحد يحكي مع واحد. صباح الخير ما يقولهالوش،
انت مع العبيد لكن وحدك وتموت وحدك في الاخر. ما كان ما قالش به ربي، اللي قال به ربي نتعاونوا، انا فلاح قم الصباح ناكل من اكلتي، الفاضل نهديه لجيراني، هما عنده فاضل يهديوا لي وانا نبيع لهم يبيعوا لي ما يسالش. وبالطريقه هذيك نعيشوا على بري من التقلبات العالميه.